وفي تداعيات التصريحات العدائية الأخيرة من أزلام نظام المخزن المغربي والتي تسيء إلى دول الجوار ممن يحتسبون على الدين، وأمام ذلك كان الاستنكار والتنديد واسعا لا سيما من شخصيات وفعاليات المجتمعي الموريتاني. نبيل عثمانية. إذا لم تستحي فافعل ما شئت، قول حق في نظام المخزن على كل مقامات الحياة. لم يستحي من شعبه حين طحن بائع السمك، ولم يستحي من دموع طفل القنينات وهو ينفذ بروحه في صورة هزت الإنسانية، ثم لم يستحي من البراءة تلعق مياها راكدة لتسد رمقها. لم يستحي أيضا بالوراثة من إنتاج وتصدير السموم، فأرق منطقة بكاملها وهو يدعم الجريمة المنظمة ومن خلالها الإرهاب. وهو في خضم خصاله الدنيئة لم يستحي المخزن من قارة بأكملها، وقد قتل أبناءها دون رحمة ولا شفقة، ثم يدعي بعدها الانتماء. نظام المخزن يتطاول على بلد المليون شاعر ويشكك في تاريخه المتين. كذلك ردت هيئة العلماء الموريتانيين على رقصات أبواق المخزن، وكذلك ثارت حفيظة الشارع الموريتاني الذي انتفض لدحر ادعاءات مغالطة ودعوات بائسة. الشعب الموريتاني له ضمير ضار في أعماق التاريخ في العالمين العربي والإسلامي، وهو فاعلة متحركة في العالم الإسلامي، وهذه التصريحات لا تنم عن واقع ملموس للثوابت القائمة على أساس الجوار ولا حتى الأخلاق والقيم ضاربة في أعماق التاريخ. وكان حريا بالنخب المغاربية السعي الجاد في العمل العربي المشترك ووحدة وتقوية الصف العربي وتقوية مشروع المغاربي بدل زرع الفرقة والتفرقة والفتنة. لكن التاريخ كتب أن المخزن لم يستحي عندما استولى خيانة على أرض المجاهدين في الريف، وأنه يسعى إلى ضم أرض الصامدين في الجمهورية العربية الصحراوية، ثم لم يستحي أيضا عندما خان أمة برمتها عبر التطبيع وهو يبيع قضيتها بثمن قليل. تصريحات داخل التطبيع في إطار التطبيع، وتصريحات من أجل دعم التطبيع على كل حال، وتطير المخزن في الاتفاقية الإبراهيمية على كل حال. ولكن الحقيقة المستهدف الحقيقي ليس الشعب الصحراوي، ليس الشعب الجزائري، والمستهدف الحقيقي هو المغرب والشعب المغربي. نقول لك ولهيئتك التي أساءت إلى موريتانيا وأنت أسأت إلى موريتانيا، أننا نطالب الجامعة العربية بإغلاق هذه الهيئة التي ترأسها، لأنها كان من الأصل أصلا عليها أن تسعى في لم شمل الدول العربية وتوحيدهم وتوحدهم، لا أن تسعى لأن تستنقص من دولة أو تذكر أنها وجودها عدم، بل أنت وجودك خطأ، وجودك خطأ كإمام، وجودك خطأ كرئيس هيئة، وجودك خطأ. لكنه في المقابل يستحي من حلفائه القدامى والجدد على حساب انتماءاته الإقليمية والقارية والمصيرية. فالمخزن في النهاية ملك جائر لا يعلم أن الشعوب والأمم والأمصار أكبر من طموحات عرش بني على جرف هار. لكنه لم يستحي ففعل ما يشاء.